السلام عليكم مشاهدين الكرام في أخبار اليوم تتابعون فيها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه ستقام صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة يوم غد الجمعة على الساعة 10 صباحاً. وجاء في البلاغ أن الملك محمد السادس قرر إقامة صلاة الاستسقاء تخشعاً وتضرعاً إلى الباري جلت قدرته أن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته ويحيي بلده الميت، فهو سبحانه وتعالى الملاذ والمرتجى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وأضاف البلاغ أنه ستقام صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة 1 دجنبر 2023 على الساعة 10 صباحاً. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه ستقام صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة يوم غد الجمعة على الساعة 10 صباحاً. وجاء في البلاغ أن الملك محمد السادس قرر إقامة صلاة الاستسقاء تخشعاً وتضرعاً إلى الباري جلت قدرته أن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته ويحيي بلده الميت، فهو سبحانه وتعالى الملاذ والمرتجى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وأضاف البلاغ أنه ستقام صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة 1 دجنبر 2023 على الساعة 10 صباحاً. اشترك في القناة ليصلك كل جديد.